محمود متولي يا جماعه افضل سيرد باك في مصر بيحضر اللعب من تحت، هادي جدا ولعيب راسي، واصلا في الاصل كان لعيب ديفندر وممكن يلعب باك رايت. انا شايفه يا جماعه اللعيب اللي بيدفع في فلوس وحلال في الفلوس اللي بيلعب في اكتر من مركز، يلعب ديفندر، يلعب سيرد باك، يلعب باك رايت، يلعب باك ليفت، لعيب متميز جدا، كواليتي محترم. الاصابه بصراحه بتاعت متولي فارقه جدا مع النادي الاهلي، لان هو وعبد المنعم كان عاملين دويتو كبير، هما الاثنين طريقه لعبهم متميزه جدا، اقوياء جدا دفاعيا، كمان بيحضروا طريقه اللعب من تحت، لعيبه متميزه ممكن يزيد بالكره في نص الملعب. انا شايفه مفتاح لعب هو سيرد باك، يعني تخيل معايا بتبقى سيرد باك ومفتاح لعب في نفس الوقت. انا شايفه لعيب كويس، هيجدد ان شاء الله للنادي الاهلي. كمان ياسر ابراهيم هيجدد للنادي الاهلي، ومع ان انا شايف ياسر ابراهيم هو نقطه الضعف في الثلاثه، يعني هو قال لهم فنيا وقال لهم بدنيا وقال لهم في الخبرات ياسر ابراهيم. طيب دول الاربع لعيبه الكولر قال لك لازم يجددوا، ودول الاربع لعيبه اللي كولر قال لك لازم يمشوا. وفي الاول وفي الاخر راح رمى حته كده بذكاء كبير جدا السويسري لكابتن محمود الخطيب، وقال له اللي انتوا شايفينه الاربع لعيبه اللي هيمشوا، عايز تقعد اي حد فيهم قعد، بس هم فنيا انا غير محتاجهم، بمعنى قال انا مش محتاجهم فنيا، بس كابتن محمود الخطيب حب يجدد عشان الاولويه العليا للنادي الاهلي ان لعيب منكم مثلا في اعاده تدوير او في اعاده البيع يجيب رقم كبير. بس ازاي يجيب رقم كبير وهو في نفس الوقت ما بيلعبش الا لو لعيب خبراته بقى كبيره ولعيب متمرس في الدوري المصري، وهم كلهم كده. طيب تعالى بقى اكلمك في حاجه مهمه جدا جدا جدا، احتياجات النادي الاهلي في الانتقالات الصيفيه. كولر اتكلم عاميا واتكلم برضه باللغه الخاصه اللي هو انا عايز ده وده وده. طب تعالى اقول لك عاميا طلب ايه. طلب اتنين سرد باكات، طلب حارس مرمى، طلب كمان لعيب باك رايت، لعيب باك ليفت، ومهاجم صريح تارجت مان اجنبي مش مصري. حط تحت كلمه اجنبي دي 50,000 خط، واحد زي جاكسون موليكا اللعيب الكبير قوي، حد كده تقيل. وليد ازارو اللي كان في النادي الاهلي مكسر الدنيا، وعلى فكره وليد ازارو يا جماعه مرشح للنادي الاهلي. عندك كمان يعني الافعى او الاناكوندا بتاع نادي الزمالك مصطفى محمد، في شركه هولنديه عارضه مصطفى محمد على النادي الاهلي. طب بكام؟ ب 4 مليون دولار. النادي الاهلي ممكن يدفع لان مصطفى محمد عنده 25 سنه، لعيب كبير. وده بقى لو جه النادي الاهلي، مع ان الموضوع صعب، لو جه النادي الاهلي 7 8 10 سنين حاجز مكانه، كواليتي مختلف تماما مصطفى محمد. طيب تعال اقول لك مين الاسماء اللي طلبها كمان كولر في حراسه المرمى. قال لك انا عايز واحد من اثنين مفيش غيرهم، محمد ابو جبل او احمد الشناوي. استبعد الشناوي لان استحاله يمشي من بيراميدز، استحاله، لان هو الحارس الاول والرئيسي وبيلعب كمان منتخب مصر، انضم مع فيتوريا مع محمد صبحي مع الشناوي. ابو جبل، ابو جبل لو جه النادي الاهلي والشناوي اثر في مباراه، ابو جبل ركب كل سنه طيب، مفيش حاجه اسمها شناوي. ابو جبل فنيا عنده مميزات افضل من محمد الشناوي، خاصه في ضربات الجزاء والكور العرضيه. ابو جبل لا يعني حارس موهوب، الشناوي حارس امكانياته متميزه جدا بس مش بموهبه محمد ابو جبل. واسال اي مدرب حراس مرمى يقول لك كلام معناه. طيب تعالى اكلمك كمان في لعيب باك ليفت، محتاج لعيب باك ليفت. في من المرشح محمد حمدي مرشح من اللعيبه المتميزه جدا، لاعب نادي بيراميدز، محمد شكري اللي هو اصلا ابن النادي الاهلي بيلعب في سيراميكا، وفي كارنيرو اللعيب الكبير قوي لاعب بترو اتلتيكو. وده لو جه ده بقى خليفه علي معلول، معلول بقى يتباع للخليج بسعر محترم يعوض النادي الاهلي الفلوس اللي كان بيديها لمعلول. معلول عارفين فيها اولى بياخد فوق المليون و300,000 دولار. فانا شايف بصراحه ده لو جه افضل حاليا حاليا بكتير من اي لاعب مصري. طب في الباك رايت مين؟ مين اللي مرشح في الباك رايت؟ علي فوزي. علي فوزي الظهير الايمن لاعب نادي انبي، لاعب كبير جدا ولاعب متميز جدا وذكي وعنده مرونه تكتيكيه وممكن يلعب سيرد باك، واللعيبه المتميزه جدا مع خالد عبد الفتاح لعيب مميز جدا، مع اكرم توفيق بعد عودته، مع محمد هاني هيبقى المكان ده خلاص 5 6 سنين متامن. محتاج ايه تاني؟ لعيب اتنين سيرد باكات. طب مين المرشحين بقوه؟ رقم واحد وانت مغمض كده اسامه جلال. يا جماعه اسامه جلال افضل سيرد باك في مصر حاليا هو اسامه جلال.
احمد حجازي مع اسامه جلال مع محمد عبد المنعم مع عوده الونش، الاربعه دول هم التوب في مصر، وياليهم متولي. اسامه لعيب متميز جدا، وعلى فكره رفض التجديد لنادي بيراميدز يعني تمهيدا ان ينتقل للنادي الاهلي، وانا معاه، لان النادي الاهلي يا جماعه حاجه تانيه خالص. الفانله الحمراء ليها تقلها، ليها وضعها بدرجه لا تتخيلوها، الوضع كبير، الوضع متميز جدا في النادي الاهلي. مجرد ما لبست التيشيرت الاحمر انت خلاص بقى عندك رصيد كبير جدا من البطولات، من القيمه التسويقيه، من كل حاجه، من الشهره، من عد بقى. اسامه جلال اكتر لعيب مرشح للنادي الاهلي. طيب ايه اللي حصل؟ ناس من اداره بيراميدز وناس من اداره نادي الاهلي بيحاولوا يخلوا الكبار يتكلموا مع بعض، سالم الشمسي مع كابتن بيبو. لو الاثنين دول حصل توأمه او صفقات تبادليه، ده استفاد من ده وده استفاد من ده، هيحصل حاجه محترمه جدا. زي ايه؟ زي اسامه جلال امام قدام رامي ربيعه، صفقه تبادليه، صفقه هتبقى مميزه جدا. طيب مين تاني النادي الاهلي محتاجه؟ ابراهيم عادل. يا جماعه النادي الاهلي بقى له 3 سنين عايز ابراهيم عادل. ليه؟ ابراهيم عادل 22 سنه، كابتن المنتخب الاولمبي، لعيب كبير قوي قوي قوي، ويعني مع احترامي لاحمد عبد القادر، ده القادر لعيب كويس وكل حاجه، ده لو جه ولعب في النادي الاهلي 3 4 5 ماتشات ويعرف وضع النادي الاهلي، اساسي في منتخب مصر، هيقعد اي حد. انا مش ببالغ، انا شايفه يا جماعه كمان طلعته افضل من تريزيجيه بكتير. تريزيجيه قعد 5 6 سنين عبال ما بقى التوب، ده من اول لمسه ليه من 3 سنين، وباين قوي ان هو مختلف تماما عن اي لعيب في الدوري المصري. وده الخليفه الرئيسي والشرعي لرمضان صبحي في الاهلي، لان من بعد ما رمضان مشى ما فيش حد في الجنب ده قدر يثبت جداره زي رمضان صبحي. ده بقى اللي هيثبت جداره، وده اللي هيكسر الدنيا لرمضان بقى، ولا غير ولا غير ولا غير. لعيب متميز ولعيب متمرس من اللعيبه الكبيره قوي ابراهيم عادل، لو جه النادي الاهلي هيكسر الدنيا، انا شايفه من اللعيبه المتميزه جدا. وتعالى بقى اكلمك على مباراه نادي الهلال في عجاله. النادي الاهلي لو بدا ضاغط ولعب بدفاع متقدم ودفاع متقدم في الخط الخلفي ودفاع متقدم في نص الملعب، بمعنى هلعب بخطين مندفعين، ثلاثه في الخط الامامي وثلاثه وراهم في خط الوسط، ضغط غير عادي على الاربع لعيبه والاثنين ديفندرات في نادي الهلال، لان الهلال بيلعب اثنين ديفندرات صراحه، اثنين محوريين رقم سته. لو السته دول ضغطوا على السته دول، اي غلطات فرديه مع سرعه كهربا، مع سرعه بيرسيتاو، مع احمد عبد القادر، مع القادمين من الخلف زي اليو ديانج او حمدي فتحي او السوليه او قندوسي، ناس كتير قوي في النادي الاهلي عندها كفاءات فنيه في الخط الهجومي. اول ربع ساعه النادي الاهلي جاب جول، هيكسب اثنين وثلاثه الهلال، فريق عادي جدا 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 جدا. اتمنى التوفيق للنادي الاهلي، اتمنى التوفيق لجميع الفرق المصريه. عايز برضه اتكلم في حاجه في قعده النهارده او في جلسه النهارده، النادي الاهلي بيناقش كيفيه الانسحاب من كاس الرابطه، وبنسبه 90% النادي الاهلي هينسحب من كاس الرابطه. ده كان فيديو النهارده، وكنت طالع اكلم حضراتكم في اهم الاخبار الخاصه خاصه بالنادي الاهلي. عجبك الفيديو يا ريت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس لو بتابعني من على اليوتيوب يوصلك كل جديد، لو بتابعني من على الفيسبوك يا ريت تعمل لايك وشير الفيديو يوصل لاكبر عدد المتابعين. انا محمد يونس، دمتم في امان الله، سلام عليكم.